في كرة القدم الجميع يتابع لحظة السعادة بتسجيل الأهداف، ينظرون للمهاجم بأنه صاحب الفضل في التفوق وحسم المواجهات، وبدونه لا يستطيع الفريق الوصول لمرمى الخصوم. ولكن بعيداً عن أهمية المهاجم، هناك لاعبون هم أصحاب البصمة في نجاح المنظومة داخل المستطيل الأخضر، يمرر بمهارة، يصنع الفرص بتقنية عجيبة، يجعل المهاجم في طرفة عين أمام المرمى، وما عليه سوى كلمة الختام في الشباك. بعد نهاية المرحلة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يكون المحترف في صفوف الشباب الأرجنتيني بانيغا هو اللاعب الأكثر صناعة للفرص المحققة للتسجيل بخمسين تمريرة، ويأتي بعده التونسي سعد بقير لاعب الوسط في صفوف فريق أبها الذي نجح بخلق 46 فرصة خلال الفترة السابقة. وفي المرتبة الثالثة يبرز البرازيلي إيغور كورنادو لاعب فريق الاتحاد بأربعين تمريرة حاسمة لم يكتب لها نهاية في شباك المنافسين، وبتسع وثلاثين تمريرة محققة للتسجيل يأتي لاعب فريق الفتح البيروفي كريستيان كويفا رابعا في قائمة الأكثر صناعة للفرص. يليه لاعب فريق الأهلي عبد الرحمن غريب السعودي الوحيد في القائمة بسبع وثلاثين تمريرة حاسمة.